دكتور، احنا في مصطلح طلع جديد اسمه التعايش مع كورونا. يعني ايه تعايش مع كورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا بفضل اقول مش التعايش مع كورونا قد ما اقول التعايش مع اي مرض معدي، اي مرض ممكن يعدي الناس اللي حوالينا. لكن الكورونا بالذات هو اولا فيروس فحش جدا، اقل خطورة من الانفلونزا الموسمية. هذا الفيروس مشكلته انه سريع الانتشار، يعني الناس اللي خلقوه او اللي صنعوه عملوه بحيث ان هو يعمل جائحة، يعمل دكتور معلش في نقطة الناس اللي صنعوه طبعا، يعني الفيروس مصنع طبعا من غير جدال، كلنا عارفين كده. تمام، انا بأكد بس المعلومة. لا لا، وانا وعلى مسؤوليتي خاصة. تمام، هذا الفيروس المصنع هو حضرتك برضو عايز اقول قبل ما نخش في الكورونا، هو كان في سنة 2003 فيروس برضو كان مصنع، بس كان بيتنقل من الحيوان للإنسان فقط، لكن ما بيتنقلش من إنسان لإنسان، اللي هو السارس. ده كان 2003. 2013 كان في برضو مرض فيروس مصنعينه برضو، بحيث ان هو يأثر، كل دي بيأثر على الجهاز التنفسي. المرض اللي عملوه في سنة 2013 او الفيروس اللي خلقوه سنة 2013 اسمه الميرس، ده برضو كان بيتنقل من حيوان لإنسان وليس من إنسان لإنسان. يبقى الاثنين اللي قبل كده كان بيتنقلوا من حيوان لإنسان فقط، لكن الكورونا صنعوها بحيث انها تتنقل من انسان لانسان، وهنا خطورة الكورونا. لكن هو فيروس، انا مصمم فيروس هش جدا، ضعيف يا دكتور، مش فيروس قوي، هش جدا. لا، فيروس هش جدا، بس عايز اقول حاجة، الفيروس ده يعني نسبة الوفيات في الانفلونزا الموسمية من 6 لـ 8%، نسبة الوفيات من كورونا من 1 لـ 2%. لكن بقى في خوف ورعب من الكورونا، ما اعرفش هل عملوا الاعلام، هل احنا عاملينه، هل الناس بتتكلم كلها امريكا وروسيا يعني لما بقول جائحه غير وباء، جائحه يعني وباء في العالم، 212 دوله مرعوبين من الكورونا عشان الانتشار. اعتقد انه المرض بينتشر فهم خايفين من الموضوع ده، لكن الانفلونزا الموسمية مش منتشرة، يعني ما حدش عنده انفلونزا بيعدي الناس كلها زي الكورونا. لا بصي حضرتك، انا لما كان بيجيني مريض انفلونزا شيء طبيعي يبقى يجيله التهاب رئوي، مظبوط. لما كنت اديله حقن مضاد حيوي اديله مثلا 6 حقن، الاقي الحقنة الثالثة يقول لي انا بقيت احسن يا دكتور. ليه؟ لان هو عنده انفلونزا موسمية بس ما عندوش رعب، جهاز المناعه بتاعه كويس. لكن اللي احنا فيه دلوقتي بيجي لي العيان بيقول لي يا دكتور انا عندي كورونا، اقول له خلي ايمانك بربنا كبير، المهم لما ادي له حقن، نفس الحقن ادي له 10 حقن، وعلى الحقنه العشره المفروض اتوقع ان هو بقى كويس، الان مش كويس. ليه؟ لانه هو خايف. الرعب بيعمل توتر، والتوتر بيعمل قلق، اللي تنوم، ولو نمنا يبقى النوم مش متقطع ومش مظبوط، الجهاز المناعي بيبقى صفر. يعني ضعف الجهاز المناعي نتيجة الحالة النفسية هي اللي بتوصلنا لكده؟ بالظبط كده. وأنا من خلال منبرك بأناشد المواطنين أو المشاهدين، يا جماعة أرجوكم اعملوا حساباتكم على قدكم وخلوا الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. فيروس هش جدا، نهار ما تحس انك انت ممكن يكون عندك فيروس حلها بسيط جدا، تقعد في البيت لوحدي، لوحدك، انفصل تماما واقعد زي لوحدك. بص حضرتك، زي انفلونزا الموسميه اللي كان بيجيني مريض كنت بقول له من فضلك اعزل نفسك، ما تقعدش جنب اختك، ما تقعدش جنب مراتك، خليك قاعد لوحدك. ايوه، اعزل نفسك، وادواتك الخاصه تبقى ليك، الفوطه بتاعتك، الكلام ده كله نفس الكلام نقوله لهذا الفيروس العش. طيب الناس كلها ما بتعرفش تميز ما بين اعراض الانفلونزا العاديه او الجيوب الانفيه او حساسيه الصدر مثلا وبين الكورونا،
انا مثلا واحده مثلا من الناس عندي مشكله في الجيوب الانفيه، فعلى طول احس ان انا عندي منطقه الحلق دي مثلا فيها الم، منطقه الجيوب الانفيه فيها التهاب، صدري ممكن شويه، انا يا ترى عندي كورونا؟ طب جات لي، انا ما بقاش عارفه بالظبط ايه اللي بيحصل. انا افضل ان حضرتك تقولي عندي شويه برد، عندي انفلونزا، وتتعاملي على هذا الاساس وتقنعي نفسك ان المساله بسيطه، وناخد اذا كان في حراره ناخد مخفض حرارة، إذا كان في ألم هنا أو في كحة ناخد حاجة للكحة، إذا كان في ألم في الصدر ناخد حاجة للألم، إذا نفسنا تعب شوية ناخد موسع شعب، أو في أضعف الإيمان أو أقصى حاجة ناخد جرعة كورتيزون بسيطة. الكورتيزون علاج بقى لإيه بالظبط يا دكتور؟ نعم فندم؟ الكورتيزون علاج لإيه بالظبط؟ علاج للي ممكن يحصل نتيجة مضاعفات برد، انفلونزا موسمية، الكورونا اللي بيقولوا عليها. طيب احنا بس مش عارفين برضو ايه الفرق بين الاعراض دي والاعراض دي، يعني عايز اقول ايه المميز في الكورونا؟ لو الامام موجود واضح قوي اقول اه دي كورونا. مفيش اي عرض مميز ولا علامة مميزة. ولا سخونية عالية ما بتنزلش. الانفلونزا فيها سخونية. والتهاب الحلق البرد يعني. التهاب الحلق. بص حضرتك، انا لو جاني عيان سخن اوكي مفيش مشكله، لو جاني عيان عنده التهاب هنا وبيكح برضه مفيش مشكله، لو جاني عيان عنده ضيق نفس برضه مفيش مشكله، لان الثلاث اعراض دول بيتشابه معاهم حاجات كتير قوي، حتى احتقان الزور يعمل لي الكلام ده، والكحه بقى وحساسيه الصدر والكلام ده كله برضه. لكن امتى بقى اخد الموضوع سيريسلي شويه او اخده بجديه؟ لما يقول له انا مش قادر اقوم يا دكتور. هنا بقى نقف وقفه جاده مع المريض، انت مش قادر تقوم، يبقى الاكسجين قليل، يبقى مش قادرين ناخد انرجي، نعمل انرجي طاقه. في هذه الحاله فقط ابعته للمعمل يحلل لي الاي جي اي والاي جي جي والاي جي ام ونشوفهم، اذا كانوا عاليين نتابع بعد كده بعد اسبوعين بس.